السلام عليكم الزول في اللوان، رمضان مبارك. اليوم نهار الاول تاع شهر رمضان العظيم، نتمنى ان شاء الله يدخل علينا بالخير والبركه. 24 من شهر افريل 2020، وديما في اطار الاستغلال لو كونفينمون والحجر الصحي، الفيديوهات اللي نقدموها في كل مره اللي نطرقوا في كل حصه الى موضوع من المواضيع، خاصه المواضيع القانونيه ولا السياسيه. وطبعا ديما نستعملوا الاسلوب البسيط باش كل اللي راهم يستمعوا والميساج ولا الرساله تلحق الى جميع فئات المجتمع، وباش الفائده تكون للجميع. جرت العاده في كل مره قبل ما نطرقوا لاي موضوع نذكروا النتائج تاع الوفيات ولا المصابين، ولكن بعض الاصدقاء طلبوا مني والحوا على ذلك، ما نزيدش نذكر يعني الحصيله، لان بريميرمون القنوات التلفزيونيه راهي تذكر، وثانيا يعني باش ينقص نوع من الارتباك ونوع من الخوف وغيرها. ولكن في كل مره لابد اننا نترحموا على الوفيات ونطلبوا من رب العالمين ونحن في الشهر العظيم الشفاء للمصاب. اخواننا، الموضوع تاع اليوم هو القانون العام والقانون الخاص. قبل ما نطرقوا الى ما هو القانون العام والقانون الخاص، نعطي تعريف بسيط الى ما هو القانون. القانون اخواني هو سيتان انسومبل دو راجل، مجموعه من القواعد. هذه القواعد هي عامة جنرال ومجردة امبيرسونيل، والغاية هذه القواعد منها تنظم العلاقات تاع المجتمع وتحدد الحقوق تاع كل فرد والواجبات تاعو. كذلك هذا القانون ولا القواعد القانونية هذه تحدد الجزاء المترتب على المخالف لهذه القواعد، يعني من يخالف هذه القواعد. دونك لو دروا سي لي ريغل جوريديك جينيرال impersonnel qui gouverne les rapports entre les êtres humains. هذا يعني القانون بصفة عامة، اللي هو القواعد اللي تنظم العلاقات بين الأشخاص، وهذه القواعد تكون عامة وتعني الجميع. أما القانون العام إخواني فهو القواعد اللي تنظم العلاقات بين الدولة باعتبارها هي السيدة وهي صاحبة السلطة، والعلاقات تاعها مع مختلف المؤسسات ومع الأفراد والأشخاص. وهذا القانون العام، نعودها، ينظم العلاقات بين الدولة باعتبارها هي السيدة وباعتبارها هي اللي عندها السلطان، مع من؟ مع مختلف المؤسسات ومع الأشخاص والأفراد، يعني الأفراد بصفة عامة. والقانون العام عنده عدة فروع، عنده قانون دستوري، قانون المالية، قانون الإداري إلى غيرها. القانون الدستوري لأنه هو القانون الأسمى، واللي هو العقد اللي بين الدولة وبين الأفراد أو المجتمع أو الشعب، ولهذا فهو يرتب العلاقات، يبين الحقوق والواجبات تاع كل طرف، يبين مختلف السلطات اللي في البلد، ويبين يعني مختلف النظام الحكم اللي يصير. أما قانون المالية والقانون الإداري والقوانين الأخرى فهي كذلك تدخل في القانون العام. القانون الخاص إخواني أخواتي هو القانون ولا القواعد اللي تنظم العلاقة ما بين الأشخاص فيما بعضهم أو مع الدولة، ولكن مع الدولة ماهيش باعتبارها صاحبة السلطة ولا صاحبة السيادة ولا صاحبة القرار، باعتبارها فرد من يعني مثلها مثل المتقاضين الآخرين اللي ينطبق عليهم هذه القواعد. وهنا السلطة أو النظام أو الدولة عفوا ما هوش يعني صاحب السلطة وصاحب السيادة. من بين الفروع تاع القانون الخاص نلقاو مثلا قانون الأسرة، القانون المدني، يعني قانون الأسرة لأنه ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة فيما بينهم، العلاقات الأمور الشخصية. القانون المدني ينظم العقود، ينظم الالتزامات ما بين الأفراد أو مع الدولة، ولكن ماشي باعتبارها السيدة، باعتبارها يعني مثلها مثل باقي المتقاضين. إذن إخواني كان هذا هو الموضوع تاع اليوم، نتمنى إن شاء الله تكون الفائدة، وما تبخلوش علينا بالاقتراحات المواضيع اللي تشوفوها مهمة. إلى لقاء آخر نقول لكم تهلاو في أنفسكم وفي الجزائر الحبيبة. السلام عليكم.